بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي سلسلة جديدة من سلسلة الأمراض العصبية في الأغنام والماعز، أو نسميها Neurological Problems، لأن حيوانات بيظهر عليها أعراض عصبية بس ممكن يكون برايمري يعني نتيجة إصابة للجهاز العصبي، أو تكون سكندري نتيجة لإصابة بأي مرض آخر. فكلمنا الأسبوع الماضي عن مرض تسمم الحمل أو البريجنانسي توكسيميا، وعرفنا المسبب والأعراض والتشخيص والعلاج. النهاردة هنتكلم على مرض من الأمراض العصبية اللي هو يعتبر برايمري بيصيب الجهاز العصبي، مرض الليستيريا. ده مرض خطير جدا وتشخيصه صعب شوية، وعايزين إن شاء الله نركز مع بعض كده لأنه بيتشابه مع أمراض أخرى زي ما هنقول كده في الدياجنوزيس والديفرينشيال دياجنوزيس. التقسيمة دي أنا أعملها اجتهادا مني بملاحظتي للأمراض اللي بتصيب الأغنام. لقيت إن في بعض الأمراض العصبية بتعمل دوران للحيوان حوالين نفسه، بنسميها سيركلينج ديزيزز. وأهمها اللي هو لما تيجي تبحث في الجوجل تكتب سيركلينج ديزيزز إن شيب، تجد كاتب الليستيريا أساسا يعني، لكن مش هو الليستيريا فقط اللي تخلي الحيوان يلف حول نفسه. عندنا مرض تاني اسمه السنيورس سيربراليز، ان شاء الله نتكلم عنه المحاضرة الجاية، والمحاضرة اللي بعدها نتكلم عن الاستراس اوفز. استراس اوفز اللي هي ذبابة الانف في الاغنام بتعمل برضو سيركلينج. السنيورس سيربراليز اللي هو كيس الديدان الشريطية اللي بيبقى موجود في المخ في الاغنام، بيخلي برضو الغنمة أو الماعز تلف حوالين نفسها. يبقى دول ثلاث أهم أمراض المنتشرين في الوطن العربي ومصر ودول الخليج: الليستيريا وتخلي الحيوان يلف، الليستيريا والسنيورس سيربراليز والإستراس أوفز. لكن في أمراض تخلي الحيوان يشنج ويقع على الأرض ويثني رقبته ورقبته تتني، فدي عندنا اللي هو الثيامين ديفيشنسي اللي هو نقص بي 1، والبريجنسي توكسيميا اللي اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي تسمم الحمل، والهايبوكالسيميا والهايبوماجنيزيميا. ده الحيوان ما بيلفش حول نفسه لكن ممكن يقع على الارض يشنج يتني رقبته يرفع دماغه لفوق زي ما شفنا في حالة البريجنسي توكسيميا، وان شاء الله نشير ايضا للامراض الاخرى اللي بتخلي الحيوان يحصل له التواء في الرقبة مع تشنجات. طبعا في امراض ثانيه كتيره بقى، برين ابسس وفي حاجات تيجي للليفر، انسيفال وماليشيا وحاجات كتيره، لكن اهم حاجه الامراض دي الكومن، يعني دي 90% من الاعراض العصبيه اللي بتصيب الاغنام والماعز، اما امراض تعمل سيركلينج واما امراض تعمل تشنجات وتخلي الحيوان يتني رقبته. فنبدا نتكلم على المرض النهارده ان شاء الله اللي هو الليستيريا. الاستيريوزيس او الليستيريا ده مرض ميكروبي، مرض معدي. It is important infectious diseases of sheep and goat. وطبعا بيجي الحيوانات التانية، ولكن احنا النهاردة هنتكلم عنه في الشيب والجوت. ليه؟ لانه اكثر الحيوانات اصابة بالليستيريا هي الاغنام والماعز. والمرض ده يعمل انسيفالايتس، يعمل التهاب في المخ. انسيفالايتس يبقى ده مرض خطورته هنا، لانه هو لو ما اتعالجش خلال 24 ساعه 48 ساعه بيموت، لانه بيعمل التهاب في المخ، وممكن يعمل سيبتيسيميا وممكن يعمل ابرش زي ما هنشوف دلوقتي. ان في منه صورتين: صوره عصبيه اللي تعمل التهاب في المخ وتخلي الحيوان يلف حوالين نفسه، او يعمل اجهاض خاصه في النص الثاني من الحمل. يعني هنتكلم برضو عن ايه هي المسببات اللي بتعمل اجهاض في الاغنام والماعز، من ضمنهم مرض النهارده اللي هو الليستيريا.
بيعمل نسبة إجهاضات أيضا في الأغنام والماعز. المسبب بتاعه اسمه الميكروب اسمه ليستيريا مونوسايتوجينز، ميكروب جرام بوزيتيف. عشان كده مهم أو نعرف جرام بوزيتيف لما نيجي نعالج هنعالج بالبنسلين أو مجموعة البيتا لاكتام جروب، البنسلين سيفتي فور أموكسيسيلين الحاجات دي. وخاصة في أدوية مخصوصة كده بتتاخد في حالات المننجيتس لأن هي تعدي بلين بارير وكده، وأهمها البنسلين. فده جرام بوزيتيف اسمه الميكروب اسمه ليستيريا مونوسايتوجينز. الميكروب ده بيبقى موجود في الصويل في التربة وموجود في الأكل خاصة السيلاج اللي هو متخزنش كويس أو يبقى فيه نسبة عفونة أو رطوبة عالية، وممكن يبقى موجود في الفيسز بتاع الهيلسي أنيمال الميكروب ده. والعدوى دايما بتيجي عن طريق الانجيشن او الانهاليشن. طب لو انا عندي قطيع من الغنم نسبة الاصابة بالمرض ده بتبقى قد ايه؟ النسبة ممكن النورمال يبقى 2%، نسبة الموربيديتي ريت 2%، ممكن النسبة دي تزيد توصل لغاية 10%. 10% من القطيع يعني كل 100 غنمة ممكن تصاب 10 غنمات المرض الليستيريا لو هو موجود في المزرعة موجود عندي في القطيع. ونسبة الوفيات فيه عالية ممكن توصل ل90% لو ما تعالجش. يبقى دي نسبة الإصابة في القطيع بالنسبة للليستيريا 2% نورمال، عشان كده بنقول مرض معدي. دايما الأمراض التانية تلاقي حالات فردية، لكن ده مرض تلاقي أكتر من حالة تظهر في القطيع في نفس الوقت. ودايما المزرعة اللي الراجل يكون عنده فيها الليستيريا كل سنة ممكن تظهر حالات جديدة، المرض بيصبح متوطن في المزرعة. طب هل زي ما قلنا في بداية المحاضرة هل الليستيريا بتصيب فقط الأغنام والماعز؟ لا، الليستيريا بتصيب البقر أيضا، وبتيجي للحيوانات اللي هي سيمبل ستمك البيج والدوج والكات والأرانب، تيجي برضو الأرانب ممكن تصاب بالليستيريا. وبعدين ده مرض زونوتيك زي ما هنتكلم بعد كده انه بينتقل ايضا للانسان، ومرض خطير في الانسان برضه ممكن يعمل التهاب في المخ ويعمل للسيدات اجهاض برضه نفس الكلام. فنخلي بالنا، والدكاترة البيطريين اللي بيشتغلوا في حالات الاجهاض وكده دايما ياخدوا البروكوشنز لان المرض ده معدي زي البروسيلا كده والامراض الزونوتيك ديسيزز. طب ايه خط سير المرض بقى او الباثوجينيسيس بتاع الليستيريا؟ زي ما قلنا العدوى ممكن الحيوان ياكل اكل نسبة الرطوبة فيه عالية فالميكروب موجود انجيشن، او ياخده بالانهاليشن، او ياخده عن طريق الحالة حصل لها اجهاض ونزل الميكروب في الفيتال فلويدز وعمل عدوى للحيوانات الاخرى، فيدخل الميكروب على الدم يعمل حاجة اسمها سيبتيسيميا. وله خيارين بقى، ان هو ممكن يطلع على المخ يعمل انسفاليتس، او يروح على لو الحاله دي بريجننت بيروح على الجنين ويعمل بلاسنتايتس. بلاسنتايتس يعني التهاب في المشيمه، ويعمل ديس للجنين ويعمل ابورش. فهنا خطوره المرض انه له صورتين، وصعب ان التشخيص كلينيكي. يا جماعه انا هتكلم على المرض وهنقول اعراضه وتشخيص، لكن صعب ان انا اقول دي الليستيريا لازم ابعت عينه للمعمل اخد من الفيتال فلويدز او من الابوميزم بتاع الجنين، او اخد عينه من الدم وابعتها للمعمل يشتغل ويشوف يعزل الميكروب ويعمل اختبار اليزا وكده. فبتيجي لي حالات كتيره من الدكاتره يقول لي يا دكتور عندي قطيع فيه اجهاضات، ففاكر ان انا هقول له دي مرض كذا. لا، الاجهاضات فيه اكتر من 10 مسببات تعمل اجهاضات في الاغنام والماعز. فالفيصل فيها المعمل اللي هو يقول لي ايه الموضوع، هل هي بروسيلا، هل هي توكسوبلازما، هل هي كليميديا، هل ليستيريا، هل هي ليبتوسبايرا. فمسببات الاجهاض ان شاء الله انه هنعمل عليها سلسله من المحاضرات بعد كده كتيره. يعني احنا قلنا المرض بياخد صورتين، ياخد الطور العصبي اللي هو نيورولوجيكال فورم، واللي هي تلاقي الحيوان بيحصل له سيركلينج يلف حول نفسه واستاجنج ويسند دماغه على الحاجات الصلبه ويمنع الاكل، حرارة تبقى عالية. أو ياخد الصورة الثانية اللي هي صورة إجهاض الحالات اللي بريجنت، الراجل يقول لي يا دكتور الحالة 3 شهور أو 4 شهور حصل لها إجهاض، مش واحدة بس، ده 2 و3 و4. ف
فمن ضمن مسببات الإجهاض اللي هو الليستيريا، لكن ليست هي المسبب الوحيد زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله. إيه بقى الأعراض الليستيريا؟ هل في أعراض مميزة لها؟ هو طبعاً اللي يشتغل في الغنم كتير، يعني أنا الدكتورة بعتت لي من حوالي 3 أيام كده حالة هوريها لكم دلوقتي فيديو، فقلت لها على طول من غير ما أشخص الحاجة، قلت لها ديت استرس أوفز، وبقى حيوان بيلف حول نفسه كده. طب لو هو الاستيريا ازاي، ايه النقاط المهمة للدكتور البيطري ان لما يشوف على الحيوان يشك 90% ان الحيوان ده عنده الاستيريا؟ لو الحيوان فجأة يمنع الاكل، حرارته تلاقيها 40 41، وعدم اتزان، ويبدأ بيريل، ويبدأ يحصل له شلل في العصب الوجهي، ده من الأعراض المميزة لحالة الليستيريا. وهوريكم دلوقتي حالة شلل في عصب وجهي. فلما يحصل شلل في العصب الوجهي، يبدأ الأذن اللي يعني هو مثلا شلل من ناحية اليمين، يبقى الأذن اليمين تبدأ تنزل، والجفن العلوي والسفلي ينزل، يبقى واخد الأذن مع الجفن العلوي والسفلي مع حيوان تلاقيه ريل، ولما يجي ياكل الاكل يتراكم في بقه، ما يعرفش يمضغ لان زي شلل كده في الوجه بقى. فدي علامه مميزه، السيركلينج والفاشيال باراليزز، دوران الحيوان حوالين نفسه والفاشيال باراليزز، دول علامات مميزه للاستيريا مع ارتفاع درجه الحراره. انا عندي السنيورا سيربراليز ما بترفعش الحراره، الاستراس اوفيز ما بترفعش، البريجنسي توكسيميا ما بترفعش، البي 1 ما بيرفعش. فليه احنا نقول ده مرض معدي، مرض ميكروبي معدي، تلاقي الحراره عاليه وتلاقي نسبه وفيات عاليه زي ما هنشوف دلوقتي. من ضمن دي الحاله هي الاستيريا، تلاحظ هنا في انتفاخ هنا، ده نتيجه للشلل، ان الحيوان بالاكل يجي يمضغ ما بيعرفش يتحرك، فالاكل يتراكم هنا ما يعرفش يعمل ماستيكيشن من ناحيه الليفت سايد. الودن نازله هي، والعين الجفن تلاقي الجفن نازل وعينه مقفوله، يبقى الشلل واخد النصف الوجه اليسار او اليمين مع الحيوان يريل، سلايفيشن، الحراره عاليه، وسيركلينج ويلف حوالين نفسه. وهنا ليه الحيوان بيجيله فاشيال باراليسيس؟ لانه بيحصل دامج، الميكروب ده بيعمل دامج للفاشيال نيرف والترايجيمينال نيرف، فاشيال نيرف وترايجيمينال نيرف، دول العصبين دول موجودين في الوجه. فدي علامة مميزة يا جماعة، مهمة قوي الدكاترة اللي معانا، ان نشك احتمال كبير قوي مع الحرارة العالية والوفيات، واكتر من حالة ظاهرة في المزرعة، يبقى نشك ان ده ايه، الاستيريا، عشان هنلحق في علاج كده، في علاج سريع ممكن ان شاء الله في حالات تتحسن لو لحقنا نعالجها في بداية ظهور المرض، او ندي علاج للحالات المجاورة او المخلطة عشان نمنع ظهور المرض عليها. هنشوف فيديو هنا، والدكتور اللي عمل الفيديو ده عمل علاج وبتابع الحالة من عمر يوم من الإصابة لغاية تقريبا 9 أيام، لغاية ما الحالة رجعت للنورمال. فبيعرف المرض بوليستيريا is a threatening disease caused by listeria mentosa. اول شوف اول ده اول يوم اصابه، فيرست نوتسبل، الحيوان بدا يهز دماغه ما يركزش، ياخد حركه الدماغ، شايفين الدماغ حركه الدماغ عامله ازاي، وبقى الدماغ مع الرقبه، وهيبدا بقى يعمل سيركلينج او يجي يلف حول نفسه، وممكن يقع زي ما شفنا كده، عدم بيسميها انكو اوردينيشن، يعني الحيوان ما يتحكمش في نفسه. طبعا مش لازم كل الحالات يبقى فيها فشل باراليسيس، مش لازم كل الحالات يحصل لها ابورشن، زي ما قلنا ممكن يبقى اعراض عصبيه فقط او ابورشن فقط او اعراض عصبيه مع فشل باراليسيس. زي الحيوان هنا بدا الدكتور يدي العلاج ده، ثاني يوم الأعراض ما زالت موجودة، ولكن هو بدأ يعالج بالبنسلين، يدي بنسلين وريدي اللي هو الكريستالاين بنسلين،
ويدي بنسلين عضلي، وهنشوف بعد كده التحسن يعني، عشان محدش يفقد الامل ويقول ان احنا ما نعالجش حالات الاستيريا. ده اليوم الثاني ما زالت الاعراض موجوده على الحيوان. كون ان هو بدا ياكل بسيطه دليل على في تحسن، ان الحيوان بدات مع العلاج صحيح لسه تانيه الرقبه وعدم التركيز، لكن بدا يحاول ياكل لانه بيجوع. ده اليوم الثالث بدات الاعراض تخف شويه. ده اليوم الرابع من العلاج بدات الاعراض تخف. شوفوا هنا العين فعلا فيها الجفن نازل، يعني كان في فشل باراليسيس بس الصوره بسيطه يعني. ده اليوم الخامس في تحسن اهو، بدا الحيوان بقى يركز وينتبه، ما عادش بقى الدوران ولا يقع على الارض ولا كده، بدا يتحسن. ده اليوم الثامن حصل ريكفري، الحاله اتحسنت تماما اليوم الثامن من العلاج، الحاله رجعت للنورمال تاني. ده اليوم العاشر خلاص ما فيش اعراض الحمد لله، وبدا الحيوان يبقى تقريبا نورمال يعني. طبعا معروف العلاج الاعراض العصبيه حتى في الانسان خطيره جدا، لازم تحجز في المستشفى وياخد محاليل ويتحط تحت جهاز ومضادات حيويه وريد وكده. فنفس المشكله دي مرض خطير، لما بيصيب الانسان ايضا بيعمل مشاكل خطيره جدا. دايما الحيوانات المصابة بالمرض دي بتكون من عمر سنة لعمر 3 سنين. الأعراض زي ما قلنا بنقولها تاني، ارتفاع في الحرارة وأعراض عصبية، شلل أحادي في الوجه مع ارتخاء الشفاه والأذنين، ممكن يجي له شلل عام بعد كده، والسلايفيشن والحالة تنعزل عن القطيع، وممكن العين تلتهب وتحمر، وممكن الحيوان يصاب بالعمى. زي ما قلنا الاستيريا بتعمل اجهاض في الاغنام والماعز، من ضمن الامراض ان هي بتعمل بلاسنتايتس، بتعمل التهاب في المشيمه ويموت الجنين فينزل يحصل له اجهاض، او ينزل ستيل بيرس يعني مكتمل ولكن ينزل ميت، وممكن يحصل بعدها التهاب رحمي وكده. اما ينزل جنين ميت او ينزل ابورشن لم يكتمل نموه، الميكروب خطير جدا. وزي ما قلنا مش كل حالات الاجهاض يبقى معها اعراض عصبيه، ومش كل الحالات العصبيه يحصل معها اجهاض، يعني ممكن تيجي الصوره دي او الصوره دي. طب ازاي نشخص بقى الاستيريا؟ من الكيس هيستوري، ان الراجل دايما الموضوع ده يحصل في الشتاء، الرطوبه عاليه، الراجل عنده اكل متخزن نسبه الرطوبه فيه عاليه. ان الراجل هيقولك فيه حالات يا دكتور بتلف بتدور حوالين نفسها، في حالات وفيات او حالات اجهاضات، ده كله في الهيستوري. بعد كده انت كنت بتروح كدكتور بتشوف بقى الاعراض دي، هل في فشل باراليسيس معاها، الحراره عاليه، ونبعت ناخد عينات بقى. لو في حالات اجهاض ناخد عينات من الجنين، ومن خاصه من المنفحه بتاعه الجنين نبعتها للمعمل، او ناخد عين الدم، وممكن نعمل البي سي ار او اليزا عشان نشخص الحالة دي في المعمل. ممكن ناخد من الكبد والطحال ايضا، او من الدم او من اللبن، لان كل دي بيبقى موجود فيها الميكروب. ممكن يعمل بلاد فيلم ويشوف الميكروب تحت الميكروسكوب، يصبغ جرام ستين هيلاقي الميكروب موجود تحت الميكروسكوب. طيب ازاي نعمل differential diagnosis، او ايه الامراض اللي احنا في بداية المحاضرة عشان الدكاترة اللي دخلوا متأخرين، قلنا في 3 امراض يعملوا circling يخلي الحيوان يدور حوالين نفسه. مرض اسمه جيت ديسيز اللي هو سينيورا سيريبراليز اللي هو كيس الديدان الشريطية للمخ، ومرض اسمه شيب بوت فلاي اللي هي استرس اوفز لينس اللي هي ذبابة الانف،
دول اهم مرضين يعملوا. لكن ممكن الريفز يختلط على بعض الدكاتره برضو بيعمل اعراض عصبيه، ممكن يشك ان يعني، فهندخله هندي نوري حضرتكم صوره دلوقتي من الريفز، او طبعا البريجنسي توكسيميا ده، لكن الاعراض مختلفه خالص بالبريجنسي توكسيميا عن، هنيجي نشوف الكيس الدوده الشريطيه في المخ او اللي هي السنيوراس سيريبراليز. المرض الحاله بيحصل لها سيركلينج برضو زي الاستيريا، والحيوان يحاول يسند دماغه على الحاجات الصلبه، مش قادر يرفع دماغه لفوق، وممكن يحصل له عمى، وبرضه ممكن يحصل له سلايفيشن، لكن الحراره بتبقى نورمال، وبرضه ممكن المرض ده يعمل شلل نصفي او شلل جزئي، وهنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل في محاضره لوحده. هنشوف حالة ال برضه هنا العلامة المميزة دي حالة سنيورا سيريبراليز، والتشخيص التأكيدي ليها إن الحالة لما تموت بنفتح السكال، نفتح الجمجمة، ونجد السيست موجودة بين الفصوص بتاعة المخ، وده نوريها لكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية إن شاء الله. واحد هيقول طب يا دكتور ما هي دي نفس أعراض الاستيريا. بس هنا مفيش يعني الحالة مش فيها فشل باراليسز، وكمان لو جينا ضغطنا على رأس الحيوان من فوق بين القرنين نجد فيه كده حتة طرية اللي هي الكيس بتاع الدودة الشريطية ده اللي هي السيست موجودة. ولكن برضو احنا كدكاترة ما اقدرش اجزم الا لو انا فتحت السكال وشفت السيست دي موجودة زي ما هنوريها لكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية. المرض الثاني ذبابة الانف في الاغنام، ودي منتشرة في نوع من الذباب بيجي يقف على الانف بتاعت الغنم ويحط اللارفي بتاعت اللارفا، واللارفا دي تدخل خلال الانف وتبدا تتحول الى فيرست وسكند وسيرد لارفي، وتروح على الساينس وتعمل التهاب في الممرات التنفسيه. الحيوان يبدا يعمل له سنيزنج، يعطس عشان يطلع، ويبدا يطلع اللارفا دي ويمنع الاكل ويلف حوالين نفسه. شوف ليه بقى لما الدكتوره دي بعتت لي الحاله دي من كام يوم وقلت لها دي استرس اوفز، هنلاحظ هنا بتقول لي تقريبا يا دكتور 4 حالات في القطيع 200 راس، ويظهر الاعراض دي والحالات. الحيوان وهو بيلف حوالين نفسه منزل دماغه ويحك راسه في الارض، وشايفين العلامه المميزه هنا. دكتورة وطنية ركزي معايا عشان انت شغالة في الفيلد كويس. ليه قلنا ان دي حالة استرس اوفز؟ والدكتور ابو عبد الرحمن منور معانا، والدكتور الشربيني ربنا يبارك فيكم كلكم. ليه لما الدكتورة بعتت لي الحالة دي قلت على طول استرس اوفز، ما قلتش الاستيريا ولا قلت سنيورا سيربراليز؟ هنا العلامة المميزة الحيوان وهو بيلف بينزل دماغه في الارض ويحكها في الارض. ليه؟ لان اللارفا عملت تتحرك في النيزل ساكس وتعمل التهاب للحيوان، وممكن يعطس يروح منزل اللارفا دي من مناخيره، ودي كنا بنشوفها في حالات كتيره في الاغنام. ده استراسوفز، وهنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في محاضره لوحده. مرض الريبز هنلاقي فيه اختلاف بقى هنا في الريبز. اولا في الريبز يبقى فيه هيستوري اوف بايتنج، يعني الحيوان ده فيه كلب عضه بعد 15 يوم او 20 يوم بدأ تظهر عليه اعراض عصبيه، الحيوان بيجي له اكتئاب، يمنع بينعزل عن القطيع. شو الاعراض المميزه هنا في الغنم غير الابل غير الخيول غير الكلاب؟ يعني الكلب تلاقيه هايج وعمال يعض الحيوانات الثانيه، الجمل نفس الكلام تلاقيه نط على السور الشبك ويعض الابل اللي جنبيه. لكن في شوفوا هنا في الماعز اعراض مختلفه، اعراض الريبس في الماعز
تلاقي بيعض نفسه، بتعض نفسها وممكن تعور نفسها من، وممكن بتحصل حالات. يعني مرة دكتور بعت لي يقول يا دكتور الحالات عمل عندها سيكسوال اكتيفيتي، يعني سواء كانت إناث أو ذكور عملت نط على بعضيها، فزيادة السيكسوال اكتيفيتي والصوت اللي بتعمله ده، ده علامة من علامات الريبز. تلاقي الحيوان بيجعر ده في أول يوم وتاني يوم ويعض في نفسه، وممكن ينط على الحيوانات التانية، يعني كأعراض سيكسوال اكتيفيتي زايدة عنده. دي خاصة بس في الأغنام والماعز، أعراض الريبز دي حكاية. وطبعا في هيستوري اوف بايتنج، والدكتور يخلي باله قوي وهو بيفحص الحالة، عشان ده مرض معدي زونوتيك بينتقل للإنسان، وخلال 4 أيام أو 5 أيام هيموت، يحصل له بعد كده شلل كلي وينام على الأرض ويموت الريبز. فالأعراض هنا في الريبز مختلفة عن الايه، عن الريبز لما بيكون في حمار أو حصان أو كلب أو جمل. يعني سبحان الله كل صورة من الحيوانات بتاخد وضع معين في المرض، السعار مختلفة عن الحيوانات التانية. طيب احنا قلنا المرض الاستيريا مرض من الامراض اللي بتعمل ابورشن، وياريت ابو عبد الرحمن معانا مدير معمل يقول لنا يعني ايه احسن حاجة في تشخيص الامراض عندك في المعمل يا دكتور. الاستيريا يعني ذكرتها في الاول، قلنا ممكن نشوف الميكروب تحت الميكروسكوب، ممكن نعمل بي سي ار، ممكن نعمل بيحقنوا في حيوانات تجارب، يعني حاجات كتيرة. لكن ايه الكومن اللي انتم ماشيين بيه في المعمل اللي عندكم في السعودية؟ ايه بقى الامراض اللي تعمل اجهاض؟ وان شاء الله ده هنعمل عليها محاضرة، امراض الاجهاض يعني في السعودية مثلا او يمكن في دول العربية. اكتر 3 امراض يعملوا اجهاض في الغنم الكيو فيفر اللي هي كوكزيلا برنيتي، والكلاميديا ابورتس، والبروسيلا. دول اكتر 3 امراض. لو حد من الدكاترة برضو الدكتور ابو عبد الرحمن يقول لنا ايه اكتر امراض في السعودية هنا بتعمل اجهاض في الغنم. الكيو فيفر دايما، الكيو فيفر ده متهم رقم 2، كلاميديا متهم رقم 1، بروسيلا خاصة بروسيلا ميليتنسز متهم رقم 3. ودي طبعا لو شربنا لبن حليب بتاع الماعز او الغنم مش مغلي ممكن يصاب الانسان، يصاب بالبروسيلا. والثلاثة بيعملوا اجهاض دايما في النص الثاني من الحمل. الليبتوسبايرا بتعمل اجهاض، والليستيريا اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده بتعمل اجهاض، الكامبيلو باكتر بتعمل اجهاض، والتوكسوبلازما اللي بتيجي عن طريق القطط وكده بتعمل اجهاض. دول ايه 2 4 6 7 امراض بيعملوا اجهاض في الاغنام والماعز. ولا يمكن التفريق مهما كنت دكتور ولا استاذ جامعه ان حاله اجهاض اقول يا دكتور ديت انت عندك كلاميديا ولا عندك باروسيلا ولا عندك الكيو فيفر من غير محل المعملي، صعب جدا جدا. ولو دكتور شخص كده وقال لي انت عندك كده يبقى الكلام ده مش ايه، مش صح. الدكتور مصطفى ان شاء الله نجل الاسئله يعني، ولكن هو بيسال هل الريبز لو جه لي معزه او غنمه ممكن ناكلها؟ يعني ممكن نذبحها ونرمي السكال اللي هي الراس كلها وممكن ناكلها، لكن لو الحيوان كان درجه حرارته عاليه فوق 40 فبنرميها ما ناكلهاش. الدكتور ابو عبد الرحمن رتب لنا حالات الاجهاض في اللي هنا في السعوديه، قال بروسيلا رقم 1، الكلاميديا المجهوله، المجهوله اللي هي كيو فيفر يعني الحمى المجهوله دي في الاغنام، وفي الابل قال رقم 1 اللي هي المجهوله اللي هي الكيو فيفر، وبعدين بروسيلا والتوكسوبلازما والكلاميديا. بارك الله فيك يا دكتور. طبعا الليستيريا من ضمن الامراض. ما احنا ليه انا جايب السلايد ده؟ لان انا بعمل ديفرنشال دياجنوزس ان الليستيريا من ضمن الامراض اللي بتعمل ابورشن، ده انا قايلها في اول المحاضره، فما ينفعش اكتبها تاني في الديفرنشال دياجنوزس، اكتب الامراض الاخرى التي تتشابه في احداث الاجهاض بالاضافه الى الليستيريا. حتى انا يمكن جايب صوره هنا، هتيجي الصوره بعد كده. طب خلينا بقى نتكلم على الخطوط العامه للعلاج، ونطلب من حضراتكم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ممكن نعالج حالة الاستيريا؟
احنا قلنا ان هو جرام بوزيتيف بكتيري بيرفع الحرارة، بيعمل مننجيتس، الحيوان بيموت خلال 24 ساعة. طبعا لو حضراتكم تتذكروا لما جابوا ظاهرة الدوران الغنم للحيوانات، يعني قطعان من الغنم بتدور حول نفسها، وبعض الناس بدأت تفتي على في التلفزيون والقنوات الفضائية ويقول لك ده مرض الاستيريا. طبعا ده مش الاستيريا، الحيوان يقعد يلف 12 يوم وبياكل ويشرب طبيعي، الاستيريا غير كده، وما بتجيش من كل الحيوانات يجي لها الاستيريا مرة واحدة. احنا قلنا الاستيريا بتيجي نسبتها 2% او ممكن توصل ل 10%، والحالة لو ما تعالجتش بتموت. فالقطعان اللي كانت بتدور دي حوالين نفسها دي ما هياش الاستيريا. ايه خطوط العامة لعلاج الاستيريا؟ مرض ميكروبي، يبقى هندي مضاد حيوي، بندي استرويد الانتي انفلاماتوري، وبندي محاليل وغذاء لو الحيوان ما بياكلش. طب ايه بقى افضل انتي بايوتكس في حاله الاستيريا؟ مش اي مضاد حيوي بقى هستخدمه هنا، افضل مضاد حيوي البنسلين او السيفتي فور، اللي عملنا محاضره طبعا كامله عن البيتا لاكتام جروب، اللي هو بيبدا بالبنسلين، في منه بنسلين مائي بس للاسف ما فيش منه بيطري في بشري، وبعدين البنسلين اللي هو بروكوين بنسلين اللي بتاخد عضلي، او بنسلين طويل المفعول، او اللي بقى السيفتي فور اللي هو السيرد جنريشن بتاع السيفالوسبرين. وهنا بستخدم جرعات عاليه من البنسلين، يعني بحسبها البنسلين الوحده القياس بتاعته مايكرو جرام بر كيلو جرام، مايكرو بالكيلو جرام، فبندي 22,000 مايكرون لكل كيلو جرام كل 12 ساعه، ويقعد العلاج مستمر لمدة أسبوعين. هشوفنا في الفيديو الراجل قاعد يعالج لغاية 10 أيام، ممكن يستمر لمدة أسبوعين. ويفضل إن أول جرعة تبقى وريدي من الكريستالاين بنسلين اللي هو البنسلين المائي، وده مفيش منه بطري تقريبا في المستخدم البشري. وبعد كده نكمل ببروكيين بنسلين في العضل كل 12 ساعة وجرعة عالية، ولازم نلحق في أول يوم، ولو وحالات مخلطة ندي للسليم لأنه ممكن تظهر عليه الأعراض بعد كده. ده في ده بنسلين اهوت لوحده اللي زي النوروسيلين، ده بنسلين بيتاخد عضلي، وفي بنسلين مع ستريبتومايسين زي البنتومايسين او زي البنستريب، لكن لو استخدمنا بنسلين لوحده افضل وان شاء الله نتائج كويسه، بس زي ما قلنا ده كل 12 ساعه ولمده اسبوع او 10 ايام. في مضاد حيوي تاني بيجيب نتيجه على الاستيريا، الاوكسي تتراسيكلين، ويفضل اعطائه وريدي او الاريثرومايسين او سلفا مع ترايميسوبريم. سلفا دول برضو افضل ثلاث ادويه بعد مجموعه البنسلين كعلاج للاستيريا. الانترافينوس اوكسي تتراسيكلين، تزود الجرعه هنا 16.5 مللي جرام لكل كيلو، الطبيعي ان احنا بندي 10 مللي جرام، هنا بندي 16.5 مللي جرام عشان نخلي الهاي بلازما اوكسي تتراسيكلين، ونلحق الحيوان نموت الميكروب قبل ما يعمل الانسيفالايتس او الشلل. الديكساميثازون هنا مهم جدا في لان في التهاب في المخ، ولكن ممكن تقابلنا مشكله لان يكون الغنمه عشار خاصه في اخر شهر، دايما لو عشار اخر شهر كونترا انديكيت ان انا ادي استرويدال انتي انفلاماتوري زي الديكساميثازون كده، ممنوع ان انا استخدم لان هيعمل ابورشن. يعني المحاضره اللي فاتت لما اتكلمنا عن تسمم الحمل قلنا عشان الحاله لو ضعيفه ومش نافعه فبنعمل اندكشن الابورشن، قلنا بنحقن ديكساميثازون مع بروستاجلاندين. فالديكساميثازون هنا هو علاجي، لكن لو كانت الحاله عشار ما ندهوش خاصه في الشهر الاخير من الحمل لانه ممكن يعمل اجهاض، ولكن هو مهم جدا كخط عام من العلاج لو جه للذكور او كده او لحالات ما هيش عشار ضروري ان انا ادي ديكساميثازون. بعد كده بقى الحيوان ما بياكلش وضعيف وكده، فبدي جلوكوز 10% او 25، وممكن اديله فلويد سيرابي عشان اخفف الميكروب اللي موجود في الدم. طريقة الوقاية من مرض البروسيل الاستيريا، ان دايما اخلي الاكل مش من خليش حان ياكل من على الارض، اخلي الاكل في حاجات مرتفعة عن الارض،
والنظافة وعدم الأكل، ما تدوش أكل يكون فيه طين أو رطوبة فيه عالية. يعني نظام الأمن الحيوي مهم جدا في المزارع يا جماعة. نظام الأمن الحيوي ده الوقاية خير من العلاج. لو حيوانات مصابة عزلها، التطهير وتعقيم الحظائر وحرق دفن الجثث اللي بتموت والحشرات والقوارض برضه بنقضي عليه. هل المرض بينتقل للإنسان؟ زي ما قلنا في بداية المحاضرة، نعم بينتقل، وممكن برضه يعمل أبورشن للسيدات ويعمل مننجايتس، ممكن يعمل التهاب في المخ أو التهاب سحائي مننجو انسيفالايتس. ملخص بقى للمحاضرة، ولو حد عنده سؤال يجهزه إن شاء الله. الملخص عشان الدكاترة اللي دخلوا متأخر المحاضرة، السلايد دي مهمة أوي اللي احنا بدأنا فيها النهاردة. بنتكلم على الأمراض العصبية اللي بتعمل سيركلينج، بتعمل الحيوان يلف حوالين نفسه. ثلاث أمراض مهمين أوي، الاستيريا اللي اتكلمنا عنه النهاردة، وإن شاء الله المحاضرة الجاية واللي بعديها هنتكلم على السنيورا سيربراليز والاستراسوفس. دول يخلوا الحيوان يلف حوالين نفسه. فرق كبير هنا، بدي مضاد حيوي، دي ملهاش علاج، ودي بدي ايفرمكتين اللي هو الاستراسوفس. فيشوف العلاج يختلف حسب التشخيص. وحالات تعمل التواء في الرقبة وتشنجات زي الثيامين بي 1 ديفيشنسي، البريجنسي توكسيميا، والهايبوكالسيميا والهايبو ماجنيزيميا. طيب المسبب المرضي بتاع المرض بتاع النهارده ليستيريا مونوسايتوجينز، جرام بوزيتيف وبيصيب المخ ويعمل التهاب، بيعمل انسيفالايتس او منينجو انسيفالايتس، التهاب في السحائي، ممكن بيعمل ابورشن، بيموت خلال 24 ساعة ل 48 ساعة. العلاج زي ما قلنا اهم احسن حاجة البنسلين، بروكين بنسلين او الاوكسي تتراسيكلين. لو في بقى نسمع بدأ الدكتور رشاد المزين، مرحب بك يا دكتور رشاد. هل استخدام بي كومبلكس هنا يا دكتور يفيد، وخاصة انه مرض عصبي؟ اه يا دكتور كويس، بس هو ما هوش لاين اوف تريتمنت زي البي 1 ديفيشنسي او زي الهايبو ماجنيزيميا. اكتر مشكلتين عصبيتين لهم علاقة ب على ان انا ادي بي 1 اللي هو الهايبو ماجنيزيميا والبي 1 ديفيشنسي اللي هو الثيامين ديفيشنسي او بيسموه مرض الطير. الدكتور احمد صبري، الاستيريا بتعمل فود بويزنينج في الانسان يعني؟ تمام. الدكتور محمد عبد الحكيم، هل ممكن افرق بين الاستيريا والاوتيتس ميديا بدون تشخيص معملي استاذنا؟ لا والله صعبه، بس بفضل الله انا اشتغلت حالات اوتيتس ميديا وحالات الاستيريا، ان العلاج واحد يا دكتور. ان ده برضه الاوتيتس ميديا ممكن تعمل شلل في الوجه وتعمل حيوان يلف حوالين نفسه. وان شاء الله انا المحاضره الجايه هنزل حالات اوتيتس ميديا كديفرنشال دياجنوزيس مع الاستيريا والامراض العصبيه الاخرى. فالعلاج واحد، ولكن يصعب ان انا اقول ان احنا المفروض عايز دكتور بقى انف واذن ويشكف على الاذن ويعمل اختبار السمع والحاجات دي، صعبه شويه في البيطري. هل استخدام الاوكسيتيسايكلين فعال اكتر من البنسلين؟ لاني سمعت الدكتور ايمن علي بيتكلم فيها وجزاكم الله خيرا. انا طبعا بحترم الدكتور ايمن علي وراجل بيقرا وكده، لكن انا في المراجع اللي انا بقرا فيها عشان احضر المحاضره وجدت معظم المراجع كاتبه رقم واحد البنسلين السيفتي فور، ثاني رقم اثنين اللي هو الاوكسي تتراسيكلين والاونوروفلوكساسين والسلفا مع ترايمسبرين. يعني الافضل البنسلينات افضل في العلاج من الاوكسي تتراسيكلين. جاز الدكتور ايمن بقى لقى مرجع بيقول الكلام ده. دكتور، هل الاعراض العصبيه بتحصل في الابل؟ اه نفس الاعراض يا دكتور اللي احنا اتكلمنا عنها في الغنم. لو جت للابل بتبقى برضه اعراض عصبيه وفشل باراليسز وممكن تعمل ابورشن. ابو عبد الرحمن بيقول قابلتني حاله في الغنم دوران وكانت التهابات بالاذن الخارجيه نتيجه حشره الجرب، واستجابت لمضاد التهاب وكريمات موضعيه مع جرعه ايفوماك. تمام يا دكتور، انت بدل شخصت الحاله صح. الالتهاب الاذن ممكن يكون التهاب ميكروبي، وممكن انا فعلا في حالات كنت اشوف الحشره الجرب داخله في الودن من جوه
او في تحت الجفن في العين. الدكتور مالي، برحب بك يا دكتور مالي من الجزائر، ينصح اعطاء فليكزين مع فيتامين الف د 3. فليكزين اللي هو نون استرويدال يعني، مع الف د 3. ماشي يا دكتور. دكتور عثمان ادريس، هل الاستيريا بتاثر في الفحول ويسبب الخمول للفحول؟ طبعا لو اصيبت الاستيريا للذكور، وهي كان نادره يعني، دايما تيجي للاناث اكتر، لكن برضه هتعمل خمول للحيوان. الدكتور فايز، بركات التهاب الاذن الوسطى يسبب دوران وحراره صح، وعمى احدى العينين. تمام، لان فعلا ده من ضمن الامراض اللي هو ديفرنشال دياجنوزس مع الاستيريا. الدكتور رشاد المزين، انا ملاحظ يا دكتورنا ان البراليس فش البراليسز بيكون غالبا في جهه اليسار، وبيكون الدوران في اتجاه الفش البراليسز يعني عكس دوران الساعه. راي حضرتك. الدكتور رشاد كلامك صح، وانا هنتكلم ان شاء الله في المحاضره الجايه، يا ريت تبقى معانا. بالنسبه لي لو كان التهاب الاذن، دايما الحيوان يلف حوالين الاذن اللي هي مش مصابه. في بقى مرض اللي هو السنيورا سيربراليز، لما بيلف حوالين اليمه اللي فيها السيست الموجوده في المخ مثلا، اليمين يلف حوالين اليمين، وده هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله المحاضره الجايه. الدكتور بلال، خلينا الدكتور محمد عبد الحكيم، فعلا استخدام الدكساميثازون فعال في انه بيعمل بلوك للحساسيه من منشأها، سمعتها من دكتور على اليوتيوب مش مستوعبها. الدكساميثازون يعني، انا لما كنت بشرح المحاضره بتاعت الانتي انفلاماتوري، حتى كان في دكتور بشري بيقول كده كلام، مثل متداول في انجلترا، if you have failed to diagnosis give the dexamethasone، اذا ما عرفتش تشخص الحاله ادي dexamethasone. dexamethasone ده موضوع كبير قوي يعني، هو بيسموه حقنه الانقاذ في معظم الامراض سواء انفلاماتوري او نون انفلاماتوري، ولكن ما هوش علاج، لازم اشوف ايه المسبب الرئيسي. نرحب بالدكتور حسن غريب. الدكتور بلال كان بيسأل، دكتور رشاد جاوبنا، الدكتور بلال بيقول هل ارتفاع الحرارة تستمر بارتفاع؟ لا، بتنزل يا دكتور. يعني السؤال جميل، انا فعلا كان المفروض اقولها في العرض، ان ارتفاع الحرارة يقعد يوم او يومين وبعد كده تبقى طبيعي، ولكن الحيوان مصاب بتدخل في كورونيك ليستيريا حرارة بتنزل. دكتور فايز بركات بيقول افضل كورس ممكن اعطيه حتى اغطي اصابه الاستيريا والتهاب اذن وسنيورس. لا، خلينا في الاستيريا والتهاب الاذن، ده افضل علاج للاستيريا والتهاب اذن اللي هو البنسلين ومضاد التهاب اللي هو الدكساميثازون وفيتامين ومينرال. لكن السنيورس ليس لها علاج، ما لهاش علاج، هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضره الجايه. السنيورس بالذات كده ورم في المخ، ما لهش علاج، لا ينفع فيه مضاد حيوي ولا مضاد بارازايت ولا اي حاجه. دكتور محمد عبد الحكيم بيقول انا شفت في البي ام كبد حيوان مصاب بالاستيريا عليه نقط صفراء واضحه جدا، هل دي علامه؟ لا يا دكتور محمد، مع احترامي لحضرتك ما اقدرش اشخص الاستيريا بالبي ام، ولا وجود نقط صفراء دليل على ان هي الاستيريا. دكتور فايز بركات، هل اعطاء سيفتي فور والديكسا والفلومين والدوراماكتين ممكن اغطي التهاب اذن والاستيريا والسنيورس؟ لا، نغطي التهاب الاذن والاستيريا. لسه مجاوب سؤال لدكتور قبل كده، السنيورس ملهاش علاج يا جماعه، الا علاج جراحي. طبعا علاج جراحي مكلف، تفتح السكال وتتشيلها زي بقى في الهيومن كده، فبيبقى التكلفه اعلى من سعر الغنمه. فالسنيورس ملهاش علاج جراحي لانها بتعمل بريشر على السنترز بتاعت المخ والحيوان بيموت منها. نرحب بالدكتورة بسمة، دكتور عبد الرحمن، الكي ينشط المناعة الخلوية ولذلك يجب نتيجة في بعض الحالات ولكني لا أحبذه. ماشي، هو آخر علاج الكي، فالعلاج الكي مساعد وليس علاج أساسي. دكتور فايز بركات، البنسلين لا يعبر البي بي بي سيفتي فور بيعبره؟ لا، البنسلين بيعبر برضه يا دكتور، الاثنين بيعبروا، البنسلين والسيفتي فور، كل مجموعة البيتا لاكتام جروب بتعبر البلاد برين بارير، البي بي بي اللي هو بلاد برين بارير. رحب بالدكتور محمد حسين،
بسم الله ما شاء الله التجاوب النهارده والاسئله والدكاتره منوريننا، وان موضوع الامراض العصبيه ده فعلا من الحاجات الصعبه، عايزه دكتور متخصص وشاف حالات كتيره. وده اللي انا هحكي لكم ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده. انا كنت مشرف على اكبر مزرعه غنم في مصر، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وشفت فيها حالات، وبفضل الله يعني قدرنا ان احنا نحل مشاكل كتيره، وده هنقوله ان شاء الله الاسبوع الجاي. الدكتور ابو بكر السنيورس، استخدام جرعات عاليه من الالبندازول يؤثر عليها، اي مشكله في الدماغ بتزود قابليه الادويه البي بي بي. طيب هو في الموضوع اللي حضرتك بتقوله يا ابو بكر ده هنتكلم عنه في الاسبوع الجاي، هل الالبندازول يأثر على السنيورس؟ هتكلمها عشان بس هنا لو قلنا كل حاجه النهارده هنتكلم الاسبوع الجاي. فالسنيورس ممكن لو لسه السيست ما اتكونتش ممكن الالبندازول يمنع تكوين السيست، لكن لو اتكونت كل سنه وانت طيب. دكتور فايز بركات، هل دايما الاستيريا تسبب شلل؟ 70% من الحالات يا دكتور ممكن تعمل شلل. دكتور احمد صبري، لو اعطينا بنسلين ودكسا وايفوما كان غطي الاستيريا والاستراسوفيس. يا دكتور جميله قوي، الاستراسوفيس الايفرمكتين، انت كاتب ايفرمكتين هلا ايفوماكا صح، وبعدين بيجيب نتيجه بفضل الله. الاستراسوفيس لما نتكلم عنها بتدي جرعه ايفرمكتين وكررها بعد 10 ايام بتوقف الحالات. رحب بالدكتور سليمان عطيه، دكتور محمد عبد الحكيم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وبإذن الله نراكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.